إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الكحة المتواصلة. يمكن أن تستمر الكحة الناجمة عن نزلات البرد بسبب الفيروسات لعدة أسابيع، خصوصا إذا أصيب الطفل بنزلة برد مباشرة بعد شفائه من واحد من الأمراض السابقة. أيضا الكحة الناجمة عن الربو أو الحساسية أو التهاب مزمن في الجيوب الأنفية أو الشعب الهوائية الموجودة في الرئة قد تكون متواصلة ومستمرة كذلك. أيضا أنا أنصحكم يعني تقومون بمراجعة الطبيب إذا استمرت الكحة لمدة 3 أسابيع أو أكثر. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.